اهلا وسهلا متتبعي كويزين ساره دي زهاد. اليوم جيتكم بواحد الفطائر ايدي السوفلي بواحد لاباط تحفه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله بلا ما نطولوا في المقدمه للمقادير. بالنسبه للمقادير واش عندي؟ عندي كاس ماء دافي كما راكم تشوفوا هنايا، عندي كاس حليب دافي، عندي كاس زيت، عندي زوج حبيبات بيض، الملح حسب الرغبه، عندي مغرفه تاع الاكل خميره، عندي ثلاث مغارف سكر، وبلا ما نساو الفرينه. دوك نجوزو مباشره على بركه الله طريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها هي نجيبو الغيسيبيون اللي نخدمو فيه. نديرو فيه اول حاجه بسم الله، نديرو فيه المغرفه تاع الملح، مغرفه تاع القهوه، بالنسبه للملح حسب الرغبه. نديرو فيه الكاس تاع الماء دافي بسم الله، نزيدو نضيفو عليه الكاس تاع الحليب دافي، نزيدو نضيفو عليه الكاس تاع الزيت. بالنسبه للحليب والزيت والماء نفس الكيل، الكاس اللي تعبروا به كملوا به. انا اليوم راح ندير كميه كبيره، نتوما تحبوا تنقصوا الكميه تقسموا على اثنين. بهذه الطريقه نضيفو ثلاث مغارف تاع السكر، سكر حبيبات يعني اللي نشربوا به قهوه كريستاليزي، نديرو فيه مغرفه تاع الاكل خميره تاع الخبز، ونضيفو زوج بياض بيض، البيض في صلت الصفار على البياض، البيض عفوا نستعملوه في العجينه والصفار باش ندهنو الفطائر تاعنا من الفوق. نخلطو هاد المكونات كامل مع بعض. احنا بعد ما خلطنا كامل السوائل مع بعض، مع الخميره مع السكر مع بياض البيض، احنا نبداو نضيفو في الفرينه. بالنسبه للفرينه ما نجمش نعطي لكم كيل يسمى كل فرينه وكيفاش تكون، على حسب النوعيه تاع الفرينه. احنا نبدا نضيف الفرينه حتى نحصلوا على عجينه. دوك تشوفوا القوام ديالها بسم الله. احنا ندخلوا الفرينه في السوائل بسم الله، استعملوا اليد تاعكم خير باش تعرفوا القوام تاع العجينه كيفاش راح تتحصلوا عليه. عجينه سهله والنتيجه تاعها مضمونه ما شاء الله بسم الله. احنا بعد ما طمينا العجينه تاعنا هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. احنا واش نديروا؟ نحطوها في البلوندور خافاي بسم الله، نعجنوها واحد 2 مينوت 3 مينوت لا ماكسيموم قسمه طم روحها. العجينه هذه ما تحتاجش العجين بزاف، النتيجه تاعها تحفه البنات، تحفه راهي موضحه قدامكم شوفوا يعني النتيجه اللي تحصلت عليها. نطموها هنايا، نعاود نردوها في الغيسيبيون اللي خدمنا فيه، ونجوزو نوجدوا العقده تاعنا. بالنسبه للخمور تاعها العجينه هذه ما تطولش وتخمر بالخف، يعني جربوها البنات باذن الله ما راحش تندموا عليها وراح تولوا تعتمدوا عليها غير هي. هاي ديك العجينه تاعنا. انا واش ندير هنا؟ قلت لكم نحطها في الغيسيبيون اللي خدمت فيه ونحضروا لا فارس مع بعض. حطينا العجينه تاعنا دو كوتي تخمر، جزنا لا فارس تاعنا. لا فارس واش فيها؟ عندي دانداشي، تنجمو نتوما ديرو بولي اشي ولا فيونداشي الواجد من موجود. عندي هنا زوج حبيبات فلفل اخضر الحلو قطعتو دي كوب، حبيبه بصل كبيره قطعتها دي كوب، ثلاثه سنينات ثوم. بالنسبه للتوابل عندي راس الحانوت، كركم، فلفل اسود والملح. نطيبوها بشويه مارغارين باش تجينا لافارس تاعنا طريه. بالنسبه لافارس ما تتقيدوش معايا، يسمى ديروا الكاينه عندكم في البيت. دوك نحطها فوق النار الطيب ونجيبو العجينه تاعنا تكون خمرت. هنا بعد ما طابت لي لافارس ديالي كيما راه موضح هنا، فقط للامانه درت لها مغرفه تاع لاموطار. هنا عندي كميه تاع المعدنوس كيما تعودتوا معايا، انا المعدنوس نضيفه في الاخر يسمى باش كي ما يطيب شويه كحلي يبقى شد اللون ديالو والنكهه ديالو. دوك نحطوا لافارس تاعنا تبرد دو كوفي ونشكلوا العجينه تاعنا بعد ما خمرت كويرات. احنا بعد ما خمرت لي العجينه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، نحطوا العجينه تاعنا في البلون دو طرافاي بسم الله، ونشكلوها كويرات بالحجم اللي رانا حابينه حنايا. انا هنا راح ندير الحجم متوسط، ماشي كبار ماشي صغار، هاي ليك بهذا الشكل. شوفوا البنات نكملهم كامل بهذه الطريقه، شكلناهم بهذه الطريقه، مدت لي يعني ما شاء الله 16 خبيزه كما راكم تشوفوا هنايا. دوك نجوزو مباشره على بركه الله باش نشكلوهم مع بعض. هنا نجو للبلون دو طرافاي تاعنا، نرشو شويه فرينه حاجه قليله باش تبقى لنا يعني قوام تاع العجينه ديالنا هي هي. نحطوا لابول تاعنا اللي بدينا بها هي الاولى بسم الله بهذا الشكل، ونبداو نحلوها بهذه الطريقه. هنا حليتها بشكل طولي، بالنسبه للشكل ديروا اي شكل تحبوه كيما نقولوا حنايا الصح في لاباط بسم الله. نديروا هنا كميه من العقده
اللي وجدناها مع بعض، شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. بالنسبه للتعمار كل سيده كيفاش تحب، يعني تحبي تعمريهم بزاف، تحبي تعمري شويه، هذا الشيء يرجع لك. بسم الله. عندي هنا جبن فوندو بهذه الطريقه، بهذا الشكل، عفوا البنات. نديرو هنا كميات، يعني كيما نقولوا على حسب ما يحبوا افراد العائله، تحبوا كيما قلت لكم تكثروا، تحبوا تقللوا. بسم الله. نجوزو هنا، عفوا البنات، نجوزو هنا نغلقوا الخبيزه ديالنا. شوفوا العجينه تنقفل لكم فاسيلمون، ونحطوها مباشره في السنيوه، الجهه اللي غلقناها هي اللي نحطوها من تحت بهذا الشكل. غلقوها مليح باش ما تخرج لكمش كامل لافارس. هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. دك نكملوهم بهذا الشكل ونزيدو نديرو شكل واحد اخر، تشوفوه معايا باذن الله. هنا بعد ما شكلت السنيوه الاولى بهذه الطريقه، يعني درتهم خبيزات، هنا صفر البيض اللي عزلته من البياض تاع البيض، درت له هنا كميه تاع الخل، كزوج مغارف تاع قهوه باش نحيو ريحه البيض. ونبدا ندهنوا في الخبيزات تاعنا، ندهنوا لهم الوجه تاعهم كامل هكذا من الفوق بهذه الطريقه. نزيدوا كامل الكميه اللي عندي، ندهنوها بصفار البيض، نسيو الصفار ما ننسيحوش منه في السنيوه باش ما يتنحرقش. هنا بعد ما دهنا الوجه كامل بصفار البيض اللي ضفت له شويه خل يسمى باش نحيو له الريحه ديال البيض، هنا عندي شويه زعتر يابس وملحي، نرشوه عفوا البنات هكا على السطح، يمد لنا ريحه شابه ومنظر شباب. تحبوا ديروا سانوش، تحبوا حبه حلاوه، تحبوا كمون، جلجلان، هذا الشيء يرجع لكم. عندي هنا ثاني جلجلان، نزيد نرش حبيبات بالجلجلان. بسم الله بهذه الطريقه. يسمى قلت لكم بالنسبه للتزيين كل سيده واش تحب. احنا واش ندير، انا شعلت لا كويزينير تاعي كيما نطيبوا لا بيتزا نورمال، ماشي نار متوسطه، نار عاديه، نديروا الشباك في الوسط، ندخلوا الفطائر تاعنا ولا لي سوفلي ولا كل واحد كيفاش يسميها، ندخلوهم يطيبوا من التحت ونحمروهم من الفوق، ونتلاقاو بحول الله تعالى في صحن التقديم. عفوا بالنسبه للشكل الثاني راح نديروا هكا خبيزات يجوا كيما لومبورغر، دونك دوك تشوفوها في نهايه الفيديو. بالنسبه للشكل الثاني كاين بزاف بنات يقولوا لي ساره كي ديري لي فيديو تاع لي سوفلي وري لنا كيفاش تغلقي هذا الشكل بالذات. بسم الله. نديروا كميه من الفرينه، نحلوها على شكل دائري، شوفوا يعني لاباط كي ريحت ما شاء الله. بسم الله. هايلي، ما نرقوهاش بزاف، دوك تشوفوا علاش ما نرقوهاش بزاف. شوفوا السمك اللي حليت به، يعني شويه خشينه. نديرو هنا كميه من العقده لافاص تاعنا. بسم الله. اللي وجدناها مع بعض، نديرو كميه من الجبن. بالنسبه للجبن كيما قلت لكم في اول فيديو، تحبوا ديروا بزاف، تحبوا تستغناو عليه تماما اللي ما يحبوش. للغلق كيفاش نديرو؟ بسم الله. نحكمو هكذا، هايليك طريقه تاع الغلق حتى نلحقوا اللافه. بسم الله. هايليك شوفوا البنات، هايليك شوفوا احنا لازم تغلقوا بيان باش علاش ما تنفتحلناش في السنيوه. هايليك هكذا، دوك نقلبوها هكا، نخلوها ترتاح شويه ما بيد ما نكمل كامل الكميه اللي عندي، باش نخبزوها شويه ونحطوها في السنيوه. هنا بعد ما كملت الكميه كامل اللي عندي بهذا الشكل، نعاود نولي للخبزه الاولى اللي كيما نقولوا فرصتها وغلقتها. نخبزوها بهذه الطريقه بلا عقل باش ما تخرجلناش لا فرص، ونرفدوها ونحطوها في السنيوه. شوفوا لاباط تاعنا يعني ما شاء الله البنات، جاتني مش خفيفه، تحفه تحفه البنات، جربوها باذن الله تعالى، ونقول لكم ونعاود لكم ما راحش تندموا عليها. هايليك شوفوا الفرفود تاعها ساهل، دائما الغلق نحطو لتحت في السنيوه. دوك نكملهم كامل بهذه الطريقه وندهنهم من الفوق كيما دهنت الاولين، ونرشهم بالزعتر والجلجلان، ونتلاقاو بحول الله تعالى بعد ما يطيبوا. احنا بعد ما شفتوا المراحل كامل تاع هاد لي سوفلي ولا الفطائر، طيبتهم، خداو لي هاد التحميره، احنا نحبوهم هكا محمرين، قدمتهم بصوص ميزون حاره مع شويه زيتون كيما راهو موضح هنايا. النتيجه اللي تحصلت عليها هذه هي، شوفوا البنات يعني ما شاء الله، شوفوا الطراوه تحفه. ما من ناحيه الطياب طيبتهم بهذا الشكل كيما راهو موضح هنا. نفتحوا حبيبه مع بعض،
شوفوا البنات جاو يشهيو، نفتحوا هنا حبيبه مع بعض باش تشوفوا القوام اللي تحصلت عليه. بسم الله، هذا هو. شوفوا البنات شحال طريين، تحفه. لا فارس جات ما شاء الله. نقول لكم جربوهم ما راحش تندموا عليهم. اللي زار قناتي اول مره يدير لي جيمي ابوني ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. نقول لكم صحه عشاكم، تهلاو في رواحتكم. سلام سلام.